هذا وقد استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش تناولت المباحثات عددا من القضايا الإقليمية والدولية الهامة وفي مقدمتها التطورات الأخيرة بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتطورات الأوضاع في السودان والأزمة المتعلقة بليبيا وكذلك رؤية صربيا لتداعيات الوضع الخاص في أوكرانيا على المستويين الدولي والأوروبي